من مارسيليا ينضم إلينا مفادنا سيف الدين العامري. سيف الدين، يعني المنافسة على أشدها في هذه الجولة الثانية من الانتخابات ومخاوف فعليا لدى الرئيس إيمانويل ماكرون من عدم لربما قدرته على حصد عدد كاف من المقاعد لتمكينه من تشكيل الائتلاف الحكومي. صحيح ميشيل، حتى وإن وصل ماكرون وائتلافه معا إلى الأغلبية، يعني ما فوق 280 تقريبا مقعد في الجمعية العامة الفرنسية، ستبقى أو ستواجهه إشكالات عديدة في النسخة القادمة من البرلمان الفرنسي. اليسار على الأقل هنا في مارسيليا كنسخة مصغرة عن فرنسا لأنها ثاني كبريات المدن الفرنسية، اليسار يكتسح عديد الأحياء الشعبية، عديد الدوائر. نحن في الدائرة الثانية وقد دخلنا فعلا إلى المدرسة الابتدائية برو دو تراس بالدائرة الثانية بمارسيليا هنا في طبعا مركز الاقتراع. الأصوات تذهب عموما إلى اليسار، تحالف يقوده ميلانشون هناك في باريس، وهنا مانويل بومبار وهو التحالف الشعبي والبيئي والاجتماعي الجديد والذي وحد أحزاب البيئة والأحزاب اليسارية والأقصى اليسار من الحزب الشيوعي والاشتراكيين بقيادة ميلانشون للذهاب بعيدا نحو أكبر عدد ممكن من المقاعد في البرلمان. إذا لم ينجح ميلانشون في الوصول إلى رتبة أو منصب رئيس الحكومة، لأن النظام الفرنسي يجبر بشكل أو بآخر رئيس الدولة على تسمية من هم أعلى عدد مقاعد في البرلمان بالوصول، يعني بأن يكون وزيرا أول أو رئيسا للوزراء. إذا لم يصل إلى هذه أو إلى هذا المنصب عفوا، سيجبر ماكرون وائتلافه أي اليسار على أن تكون القوانين التي ستمرر أن تمر على طرق بعيدة يعني وطويلة جدا وصعوبات، لأن المعارضة ستكون يسارية، وبالتالي لجان عديدة في البرلمان كالمالية كشؤون الاجتماعية كالتشريع العام كلجنة التوافقات إلى آخره ستكون لدى اليسار، وبالتالي ماكرون سيواجه حتى وإن لم ينجح ماكرون أو عفوا ميلانشون في الوصول إلى منصب رئيس الحكومة أو رئيس للوزراء، فإن ماكرون سيواجه إشكالات عديدة في الجمعية العامة. مارسيليا كما قلت تتوجه يسارا في عمومها، طبعا بومبار تحصل في الدور الأول على 56% من الأصوات، وهذا الدور يرى مراقبون وحتى صبر الآراء هنا في مارسيليا أنه سيصل بنفس تقريبا النتيجة المئوية أو النسبة المئوية من الأصوات أصوات إلى مقعد في الجمعية العامة القادمة في فرنسا. شكرا سيف الدين العامري مفادنا إلى مارسيليا.